وزير الخارجية الاعتراف بفلسطين حاليا لن ياتي بنتيجة. وزير الداخلية من الممكن تعليق طلبات لجوء السوريين نهائيا. النمسا تتخذ خطوات لضمان الشفافية في اسعار المواد الغذائية. العنصرية المعادية للمسلمين في اعلى مستوياتها منذ 2015 دراسة تظهر اسباب انقطاع الطلاب عن اكمال دراستهم الجامعية. خبراء يكشفون اسباب اختيار المهاجرين لأحياء في فيينا مرحبا بكم مشاهدينا في نشره الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم قال وزير الخارجيه النمساوي الكسندر شالنبرغ من بروكسل يجب علينا التحدث مع الجميع في الشرق الاوسط مضيفا نريد ان تاخذ الدبلوماسيه دورها ووقفا لاطلاق النار وتحرير الرهائن واضاف شالنبرغ ان احياء بعثه الاتحاد الاوروبي للمساعده الحدوديه على معبر رفح والمعروفه باسم يوبام ستستغرق بعض الوقت وفيما يخص العلاقة الوثيقة بين النمسا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح شالنبرغ أن إسرائيل هي الديمقراطية التعددية الوحيدة في المنطقة مؤكدا على أهمية التواصل مع العالم العربي وأن الاعتراف بدولة فلسطين الآن لن يؤدي إلى أي نتائج قال وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر أن المعيار الأهم في التعامل مع الهجرة غير الشرعية هو ضبط عدد العابرين للحدود وطالب كارنر باجراءات مماثله على مستوى اوروبا لمواجهه التحديات على الحدود واشار كارنر الى ان النمسا تعمل على تقليل طلبات لم الشمل واوضح انه حان الوقت للتفكير في طلبات لجوء السوريين لان بعض المناطق ولا سيما دمشق باتت امنه لدرجه ان بعضهم يذهبون اليها لقضاء عطله الصيف وعليه بات من المشروع والصحيح الحديث عن الترحيل وهناك دول مثل قبرص قامت بتعليق طلبات لجوء السوريين. أعلن وزير الاقتصاد والعمل النمساوي مارتن كوخر عن خطط حكومية لتطوير قوانين العمل وتعزيز الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل. واشار كوخر الى تسهيل منح الاقامه للعماله الماهره خاصه من اوكرانيا ولمكافحه ارتفاع الاسعار سيتم الزام محلات السوبر ماركت الكبيره بجعل اسعارها متاحه على منصات المقارنه عبر الانترنت وتضمنت الخطط الحكوميه تعديلات قانونيه تعترف بالعمل عن بعد كجزء اساسي من قوانين العمل ومن المقرر مناقشه هذه التعديلات في البرلمان الشهر المقبل. سجل مركز توثيق الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين الخاص في النمسا 1522 حالة اعتداء عنصري ضد المسلمين في العام 2023 وهو أعلى رقم منذ بدء التوثيق في 2015 وشهدت الفتره من اكتوبر الزياده الاكبر عقب تصاعد العنف في الشرق الاوسط بعد هجوم حماس على اسرائيل وكانت المدارس بؤره للتنمر حيث ابلغ اولياء الامور والطلاب والمعلمون عن زياده في الحوادث وشهد المركز زياده ملحوظه في عدد الحالات الموثقه عبر الانترنت وتعرضت النساء لاكثر من نصفها وحذر المركز من ان العدد الفعلي للحالات اعلى بكثير أظهرت دراسة أجرتها هيئة الإحصاء النمساوية أن دراسة القانون هي الأكثر عرضة للانقطاع في الجامعات النمساوية بينما يعد الطب الأقل عرضة لذلك وأكمل 86% من طلاب الطب دراستهم بنجاح بعد عشر سنوات وفي دراسة القانون أكمل 33% دراستهم وفي المقابل أكمل 41% من طلاب العلوم الطبيعية و73% من طلاب الفنون دراستهم بنجاح وتعزى اسباب الانقطاع الى صعوبه المواد وفقدان الاهتمام والمشاكل الشخصيه، واشارت الدراسه الى ان الاداء الجيد في الثانويه يزيد من الفرص. اجاب علماء من مركز كومبلكس ساينس هوب في فيينا عن العوامل التي تحدد وجهه المهاجرين بعد مغادره بلدانهم الاصليه وذلك باستخدام نموذج رياضي. ويعتمد النموذج على عدد المهاجرين الموجودين في كل حي، ووجد ان الناس غالبا يسكنون في المناطق التي بها افراد من نفس البلد. وحلل الفريق بيانات من عام 2022 شملت مليون ونصف شخص ولدوا خارج النمسا، وركز على الاوكرانيين والالمان والسوريين والصرب، وبينت ان الاوكرانيون يفضلون الاحياء الثاني والثالث والعاشر، اما الالمان الحي الثاني والثالث، اما بالنسبه للسوريين والصرب فكان الحي العاشر والواحد والعشرين هما المفضلان في الغالب كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيبة اللحام أمسية سعيدة وإلى اللقاء